من هو محمد نسيم؟ الشاب محمد نسيم هو واحد الفنان متواضع. البداية ديالو كانت عام 95 96 كباقي الفنانين، يعني بديت دار الشباب فارس كما كيعرف الجميع. الاسم ديالي الفني هو محمد نسيم. يعني من بعد نسيم يعني هاجرتي للديار الايطاليه، تحدث لنا على التجربه هذه وشنو هي الاعمال اللي قمت بها يعني في الديار الايطاليه او الاوروبيه بصفه عامه؟ هاجرت للديار الايطاليه عام 2002، دوزت مهرجانات حفلات نزل الغربه ونز ديال العالم، مشيت لبلجيكا مشيت لفرنسا والحمد لله حتى سابق كنقيم سهرات تما ان شاء الله. الجاليه المغربيه في يعني في الديار الاوروبيه واش لقيتي تجاوب يعني كتجاوب؟ والحمد لله الجاليه المغربيه ديما حاضره اوروبا كامله وعبر العالم كاين تجاوب الحمد لله مزيان. لحد الساعه يعني الشاب محمد نسيم اللي حضرتي 11 البوم، شنو هو الالبوم اللي يعني ضربوا كان واحد الصيت كبير؟ والحمد لله الالبومات كلهم كانوا مزيانين لان المواضيع تاعهم كانوا مزيانين. المواضيع اللي كنتكلم عليهم هما اجتماعيين، الغرباء، المهمة إلى آخره. بطبيعة الحال يعني بحكم أنك أنت في الغربة يعني تحاول تبازي على ما هو. نمشيو الشاب محمد نسيم يعني الآفاق والطموحات المستقبلية ديالك. والآفاق والطموحات كنتمنى من المزيد إن شاء الله بحول الله، وكنتمنى يعني الألبوم ديالي يوصل للمغاربة كاملين بصفة عامة والجالية المغربية إلى غير ذلك. حتى الساعة الشاب محمد نسيم واش تحس براسك بأنك تنصفتي؟ والحمد لله الحمد لله مازال، والفنان ديما خصو يعطي ديما خصو جديد، يعني ما خصوش يقعد على الميد الفني، ديما خصو ألبوم جديد، ديما خصو يبحث. ونتمنى إن شاء الله تكون الأمور مزيانة إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله السر الوجود ديالك معنا الشاب محمد نسيم والجمهور المغربي يعني بغى يعرف الجديد ديالك. الجديد اخويا كاين ان شاء الله بحول الله في هذا الاخر ديال الشهر 2017 نخليو العنوان ديال المفاجاه للجمهور، وكنتمنى ان شاء الله يكون في اعجاب الجمهور ديالي بصفه عامه. الشاب محمد نسيم هضرنا على الراي في المغرب، يعني التقييم ديالك؟ والراي في المغرب حاليا ولا مزيان الحمد لله، جميع الفنانه قال لي كيغني الراي يعني مزيان، والراي وصل لواحد الدرجه يعني مزيان ولا مطلوب في المغرب وفي العالم كامل. شنو هي الاشياء اللي تتعصب الشاب محمد نسيم؟ والاشياء اللي كتعصبني يعني الانسان خصو يكون في المواعيد ديالو، يعني نتكلم مثلا على الموسيقيين، يعني درت معاك الموعد خصك تكون حاضر تكون موجود، ما يمكنش مثلا عندك سهره ولا عندك حفله غتبقى تعيط على الانسان كل مره، فهمتي؟ هذه المساله اللي كتقلقني انا يعني الانسان يكون في كلمته. الشاب محمد نسيم واش تيكتفي غير باغاني الراي اما انه يعني تيغني حتى اغاني شعبيه؟ وشنو هو الستيل، شنو هي الستيل ديالك انت الخاص؟ الستيل ديالي يعني كتعيش داكشي اللي واقع حاليا، يعني ديما تقلب على الجديد كما قلت لك، انا كندير الراي وفي نفس الوقت يعني كندير حتى الشعبي، يعني كنخدم حتى اعراس داخل المغرب وخارج المغرب الى غير ذلك. شنو رسالة توجهها يعني للعشاق ومحبين الشاب محمد نسيم؟ رسالة اللي كنوجه للجمهور ديالي عامة يعني داخل وخارج أرض الوطن، يعني يساندني ويساند المواضيع ديالي يعني في الشعبية وفي الراي، وكنتمنى خير إن شاء الله بحول الله من هنا لقدام إن شاء الله بحول الله. يعني الشاب محمد نسيم حنا دابا في فصل الصيف، يعني هو الفصل ديال المهرجانات، وحتى الساعه يعني انت والمانجر ديالكم واش لقيتوا شي دعوه للمشاركه في احد المهرجانات سواء في المغرب او في الديار الاوروبيه؟ وضروري، انا المانجر ديالي هو الاخ ديالي اللي هو خويا حميد المانجر اللي كيعرفوا الجمهور ديالي. كاين مهرجانات الحمد لله وكاين اعراس سواء داخل المغرب وخارجه، وهو اللي كيتكلم يعني بهذه المسائل يعني ريسبونسابل ديالي، وكنتمنوا الخير ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. شي اضافه في الختام الشاب محمد نسيم؟ إضافة كنشكر الأخ البحري وكنشكر قناة الإلكترونية قناة 36 على هذه الاستضافة، وكنتمنى الخير للجميع والجالية المغربية والجمهور الكريم بصفة عامة. شفت بحكم أنك وكيل الأعمال ديالو شحال عندك
يعني جاتكم شي عروض باش باش يشاركوا ان شاء الله في تظاهرات خصوصا في الصيف؟ الحمد لله كاين الخير، ماشي كاين الخير، كاين عروض، كاين مهرجانات ان شاء الله بحول الله. نتمنوا الخير، نتمنوا الخير ان شاء الله. واش تتوقع لان محمد ناسين غادي يتنصف ان شاء الله حتى هو الاسم ديالكم يعني ضارب على الصعيد الوطني ان شاء الله؟ ان شاء الله هو انسان شنو نقول لك، الفنان ديما طموح ديالو كتبقى معلقه، تقدر يتنصف تقدر ما تنصفش. الحمد لله هو كيعيش اوروبا دابا، ما كاينش المشكل دابا ديال تنصف تنصف. الفنان اش كيخدم على الاكثريه، كيخدم على انه خرج برا، هو ديجا اوروبا الحمد لله، ما خاص خير الحمد لله، الناس كيبغيونا وكيحبونا والله. والاهم هو الجمهور، اللي كان عندك جمهور كيحبك وكيبغيك الحمد لله على كل خير. شنو هي الاشياء اللي تتعصب الشاب محمد ناس؟ الاشياء اللي كتعصب هي الانسان ما كانش عنده الكلمه، كيبغي الكلمه. لا هو حاجه ماشي ديالو، ما كيعرفش الحساب ولا يعرف يعرف زعما يتحاسب معاك على الاقل من حاجه. لا كلشي داير كلشي بيد الله، ما عندوش المشكل، هو ما كيتحاسبش كاع نهائيا. واهم ميزه عنده الميزه ديالو والميزه ديالو واش نقول لك، هو بغى يوصل بالمعنى الكلمه، ماشي غير هو. تمنى الخير. شكرا.